اول شغله بتجيبوا جبنه المجدوله وبتبرشوها. الثلاثة كيلو مجدوله قصيناهم، هلا مرحله انه نحلي الجبنه. وهلا بنضيف لهم مي. كل نص ساعه بتغيروا لها المي. وهيك الجبنة تحلت بثلاث مراحل، وهلا مرحلة سلق الجبنة. بتحرك الجبنة لمدة 10 دقايق بقلب الحلة، بنطروها لتذوب بهالطريقة. شايفينها كيف؟ هلا نضيف لها نص كباية قطر، نص كباية سميد. هلا حطينا شوية قطر وشوية سميد مشان ما تلزق الجبنة بالحلة. بدكم تحركوا بهالطريقة كرمال الجبنة تصير أرخى. هلا بنحط لها شوية مي لنبردها شوي صغيرة. بعد ما رخيت الجبنة بشكل صحيح، القوام والمزيج صاروا صالحين حتى نقدر نزيد لهم السميد لنحصل على حلاوة الجبنة. تدلقوا السميد شوي شوي. بعد ما خلطنا المزيج الجبنة مع السميد، هلا بننقلها على الصدر لنشتغل فيها. مثل ما شفتوا عم ندعكها بهي الطريقة للسميد والجبنة والقطر والمي يعشقوا بعض. تقريبا عم تعشق بعضها بشكل صحيح. هلا بنزيد للقطر. وهذا شكل البالون اللي عملناه. وهلا بنضيف للقطر اللي هو مخلوط بقلبه مي ورد. حلويات الجبن لازم ترفخ بهي الطريقة معكم لتكونوا حصلتوا على المزيج الصحيح. بعد ما نطرنا على القطر لعشق الجبنة، هلا مرحلة انه نطويها. وهلا بدنا نقطعها. وبتحطوا ايدكم تقريبا بهي الطريقة وبتقطعوا على قدر الكف. وهلا بنفتحها بهي الطريقة، بتوسعوها كلها سوا. بعد ما قطعناهم بهالشكل المتوازي، هلا بنحشيهم قشطة وبنلفهم وبندوقها. ومنجيب القشطة. واحد اثنين ثلاثة، واحدة رابعة لألك. استرو. خلينا ندوقها. هيدي حلاوة الجبن، مادام فيك تعمليها ببيتك بأسهل ما يمكن، بهي الطريقة عند قصر حلويات العربية بالملا ببيروت.